دام بنتكلم على المتحف يبقى في حد هيصممه، يعني بنتكلم على المعماري. طب المعماري تعريف كده بيتقال كثيرا انه بيحل مشاكل المجتمع. طب بس المجتمع نفسه اتغير، في تغيير بيحصل في المجتمع، وبالتالي مشاكله نفسها اتغيرت. طب يا ترى المعماري ده مش لازم كمان هو كمان يتغير؟ طب هيتغير فين؟ يتغير في ممارسته للمهنه بس، ولا كمان محتاج يتغير في طريق التعليم؟ انا بيتهيألي الاثنين مش ممكن نفصله. كتير نيجي نقول في الجامعه نحط تدريب، يبقى ربط اكنه نوع من الممارسه جوه التدريس، وبعدين تيجي تتكلم على التعليم المستمر، معنى كده ان الممارس بيتعلم، لان مش ممكن توجد خط فاصل ما بين التعليم والممارسه، الاثنين متداخلين تماما. وده خلينا نروح لتقرير انا مهتم بيه جدا زي ما بتكلم عليه، تقرير اليونسكو اللي اتعمل في سبتمبر اللي فات على التعليم. التعلم. اللي بيتكلم على الجنريشن الحاليه بنسميهم ليرنينج جنريشن. السلوجن بتاعه كان ايه؟ ازاي تعمل انفستمنت في الاديوكيشن عشان تغير العالم. ايه ده واحنا ممكن نغير العالم بالتعليم؟ ده هو ده السبيل، بس ننتقل الى التعلم. بس حاجه خطيره جدا في نص التقرير لازم كلنا ننتبه اليها، ان في 2 بليون 2 مليار شغلانه هتختفي. العالم فيه 7 مليار ونص تقريبا نسمه، 4 مليار بيشتغلوا، نصهم مش هيلاقي شغل. ليه؟ لان طبيعه الشغل هتختلف، السكيلز اللي عندك هتختلف، وبالتالي التدريس اللي بيحصل النهارده لازم يواكب اللي هيحصل بكره. فده خطر، هو بيقول خطر بيواجه مين؟ الاجيال اللي بتدرس النهارده. 2 مليار شغل وظيفه، مش نوع وظيفه، يعني هو 2 مليار واحد هيفقدوا وظيفته. ده رقم كبير جدا. ما دام بنتكلم عن التعليم والتعلم اسمحوا لي نبص لها بشكل هندسي شويه. كتير جدا بنتكلم على خطوات لخطط ونقول انه زي نعمل لوب ونقفلها ونقول وده هو التعليم. في خطوات بتمشي بيها، نمشي خطوه اولى وثانيه وثالثه وترجع بقى لغايه ما تعمل هنا تحليل وتقييم وبعدين ترجع تاني وهكذا. بس ليه الدايره مقفوله؟ ماله السبايرال؟ ماله الحلزون؟ الحقيقه لو عايزين تبصوا كويس التعليم والتعلم، الفرق ما بين التعليم والتعلم هو الفرق ما بين الدايره والحلزون. كان بره بنتكلم بالصدفه، وان سيف كان بيكلم الشباب بتوع الفيوم بيقول لهم جت سيره جوجنهايم نتكلم على الاسبايرال وتعمل ازاي رسومات هندسيه دي تنفيذيه اكثر. انتوا عارفين نرسم ازاي سبايرال؟ طيب يعني سبايرال اللطيف ده هو اكيد اجزاء من دوائر. طب ازاي هترسمه؟ العرب هم حطوا قواعد لرسم السبايرال باشكال منتظمه، مثلث، دايره، اي شكل منتظم لكده. طب ازاي بقى يبقى التعلم بالسبايرال؟ نشوف بنرسمه ازاي؟ برسم المربع، هاخد المربع لانه يعني ابسطهم، ونرسمه اكنه مفروكه طارق، وهبتدي من هنا ابتدي الدايره بتاعتي. الطبيعي لو كنت اشتغلت بالتعليم كنت هوصل هنا ودوت الريدس بتاعي، لا لما اجي هنا هرجع لورا ويبقى الريدس ده، فالدايره هتطلع فين؟ الجزء ده. ثم جيت هنا اروح راجع لورا ويبقى ده الريدس الجديد، ثم اتحرك بالريدس الجديد اروح راسم كده، واجي هنا الريدس بتاعي زاد القيمه دي بقى كده. يبقى لو انا كنت رسمت الدايره الاولانيه بنفس الريدس كانت هتبقى دي، لكن لما الريدس ابتدى يزيد كل مره بقيمه المربع بقت دي. ايه اللي حصل؟ لو انا اعتبرت ان التعلم بقى مش التعليم، ان دوري ان اعمل البوش ان فجأة ازود الريديوس واسيبه يجري، هينطلق ويعمل هو الجزء بتاع الربع دايره ده، ثم اروح مزود ريديوس تاني ازود الريديوس قيمه واسيبه ينطلق. ده اللي هيفرق كتير جدا، وهلاقي في نفس الوقت نفس الزمن بقى عندي السبايرال بتاعي بعد ملف مره ونص بقى بالشكل ده. ده التعلم لو احنا عايزين نبص عليه بمنهجيه محاكاه للشكل الهندسي.